البداية مع كأس الكونفدرالية، وبينجح نادي الزمالك في الفوز على ضيفه فريق أبو سليم الليبي بنتيجة 1-0 في الماتش اللي جمع بين الفريقين النهاردة على استاد برج العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات. هدف الماتش الوحيد جه عن طريق رأسية قوية ليوسف أوباما بعرضية من زيزو، استغلها أوباما بشكل جيد في الدقيقة 73 عشان يقود فريقه لافتتاح مشواره في دور المجموعات بالفوز لحساب المجموعة الثانية، ويتمكن الزمالك من فك عقدة الرابطة البداية ويحقق الفوز الأول ليه في دور المجموعات في المسابقات الإفريقية من 2017. وفي المجموعة الأولى افتتح مودرن فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالفوز على سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 في الماتش اللي اتلعب على استاد السلام. هدف الماتش الوحيد جاء عن طريق لاعب الوسط غنام محمد في الدقيقة 76 عشان يضمن الثلاث نقط لفريقه في بداية مشوار البطولة. بداية مميزة للأندية المصرية في دور المجموعات في البطولات الإفريقية، سواء بالنسبة للزمالك ومودرن فيوتشر النهاردة في كأس الكونفدرالية أو الأهلي وبيراميدز امبارح. وبمناسبة اتكلمنا عن دوري الأبطال وبعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات، تعالوا نشوف توقعات الجماهير لحظوظ الأهلي وبيراميدز في التأهل للدور اللي جاي، ونرجع ليكم مرة تانية. أعتقد من خلال متابعتنا امبارح للنادي الأهلي ونادي بيراميدز، يعني أعتقد إن الماتش بتاع امبارح بيبين قوة الأهلي على فرقة غانا اللي هي ميميديا الغني. واي نعم الشوط الاولاني ما كانش فيه اهداف، بس الشوط الثاني فرق كتير مع التغييرات الايجابيه اللي عملها كولر، وان شاء الله الاهلي لا قادر ان هو يعدي. بيراميدز برغم ان هو السكواد عنده عالي قوي قوي، بس يعني متهيألي ماتش مازيمبي ده يعني صعب ان يتخطاه. عدوا بس الاهلي يوصل لاي بيراميدز؟ لا الاهلي، وانا زملكاوي بس الاهلي نادي كبير يعني بصراحه، لكن بيراميدز لا عشان اول مره طبعا. الاهلي نادي جماهيري اول حاجه، وعنده احسن لعيبه في افريقيا يعتبر، نادي مرتاح ماديا يعني على طول تمام، في استقرار، لكن بيراميدز بس مفيش جمهور، مين هيدعمه؟ مفيش تشجيع طبعا. الاهلي هيعدي تمام، عنده كواليتي عالي، اعلى كواليتي في افريقيا، زائد ان بيراميدز فرقه قويه جدا، عندها برضو كواليتي عالي، من اعلى الفريقين، عندهم لعيبه كويسه جدا في افريقيا، وشايف ان الكره الافريقيه حاليا مش بالقد المستوى اللي المعهود. بالنسبه للاهلي ان شاء الله باذن الله هيعدي، فرصه كويسه وبتاع، والاهلي الفرقه اللي معاه على كويس يعني وكده، وطبعا فاز امبارح 3-0 والماتش الجاي وكده هيبقى كويس. انما بالنسبه لبيراميدز برضو طبعا سان داونز معاه وكده برضو ومازيمبي وكده، فطبعا الفرصه بتاعته، احنا فرقه احنا عندنا طبعا، هو البيراميدز يعتبر عنده لعيبه كويسين السنه دي. والله حظوظهم انا شايفها ان هي كبيره بنسبه كبيره يعني. الاهلي طبعا حظوظه السنه دي هتبقى مختلفه عن السنين اللي فاتت، وخصوصا الماتش امبارح البدايه بتبقى طبعا بتبقى مؤهله تقول لك ان انت فعلا هتبقى ماشي كويس في المجموعه بتاعتك. يعني هي بدايات تمام، اللي هي المقياس عليها تدي دفع طبعا. خاض الاهلي تمرين النهارده على ملعب التتش عشان يستعد لمواجهه سموحه يوم الثلاثاء اللي جاي في الجوله السابعه لبطوله الدوري الممتاز. عقد مارسيل كارا المدير الفني للفريق محاضره مع اللعيبه قبل بدايه التمرين للحديث في كافه الجوانب الفنيه، وخاض لعيبه الفريق اللي شاركوا امبارح في ماتش ميدياما تدريبات استشفائيه عشان يتخلصوا من الاجهاد العضلي، واستكمل باقي اللعيبه تدريباتهم داخل التتش. وواصل المغربي رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حوالين الملعب، وعمل بعض الفقرات ضمن البرنامج اللي بينفذه بعد الجراحة في التركوة. أعلنت النهاردة رابطة الأندية تغيير ملعب ماتش الأهلي وسموحة اللي جاي في بطولة الدوري، وأفادت الرابطة أن ماتش الأهلي وسموحة يتلعب على استاد المقاولين بدل استاد السلام الساعة 7 بالليل. ونروح لمنتخب الأولمبي، والنهارده تأكدت مشاركة المنتخب بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي في دورة تولون الودية اللي هتتلعب في فرنسا في شهر يونيو اللي جاي عشان يستعدوا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. المنتخب الأولمبي كان أنهى معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية من أيام قليلة، واللي خاضوا من غير وديات خلال فترة من 13 وحتى 21 نوفمبر الجاري.
ونروح للكرة العالمية. النهاردة كان في ماتشين في الجولة 13 من بطولة الدوري الإنجليزي. الماتش الأول جمع بين توتنهام وضيفه أستون فيلا وانتهى بخسارة السبيرز بنتيجة 2-1. توتنهام افتتح التسجيل عن طريق لوسيلسو في الدقيقة 22، وقبل نهاية الشوط الأول قدر باو توريس في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة الثانية من وقت بدل الضايع عشان ينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 لكل فريق. وفي الشوط الثاني نجح واتكنز في تسجيل الهدف الثاني وهدف التقدم لصالح فريق أستون فيلا في الدقيقة 61 لينتهي المواجهة بفوز الضيوف 2-1. الماتش الثاني جمع بين ايفرتون ومانشستر يونايتد وانتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 3-0 في الماتش اللي جمع بين الفريقين على استاد جودسون بارك. جارناتشو افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد بواحد من أفضل أهداف الموسم ده في الدوري بعد 3 دقائق بس من بداية الماتش. وفي الشوط الثاني عزز راشفورد التقدم لصالح اليونايتد بهدف في الدقيقة 56 عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح قبل ما يختتم مارسيل الثلاثية بهدف في الدقيقة 75 وتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بنتيجة 3-0. وفي اسبانيا كشف تقرير صحفي عن مقدره ريال مدريد التعاقد مع امبابي وهالاند في الانتقالات الصيفيه اللي جايه. صحيفه اس الاسبانيه اشارت بان خزنه الملكي فيها سيوله نقديه بتوصل ل 128 مليون يورو مع سقف ائتماني يسمح باقتراض 265 مليون يورو، وده المبلغ اللي يقدر يغطي رواتب الثنائي ومكافاه التعاقد. تعالوا نشوف توقعات الجماهير لانضمام هالاند وامبابي لريال مدريد في المستقبل، ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع كابتن ميتو. اتوقع ان مبابي هو اللي ممكن يروح بنسبه 60-70%، خاصه ان دي مبابي ده اخر موسم لباريس سان جيرمان، انما لكن هالاند ده اعتقد ثاني موسم ليه مع السيتي، لسه اذا كمل مع السيتي ممكن ياخد هداف الدوري الانجليزي، وخاصه ان هو بصراحه فرود رائع. هالاند مكسر الدنيا في السيتي، ف ممكن يروح مدريد. عشان هالاند محتاج للاحتراف اكتر، محتاج يعني يبقى عالمي اكتر واكتر، ياخد جوائز، احسن لاعب في العالم، يعني نفسه بحاجات كتير قوي يحققها. بص، هو احنا يعني الكلام ده كان منتشر في الوسط الرياضي الدولي بشكل عام في الفتره الماضيه، لكن انا رايي ان هالاند عنده استقرار مش طبيعي مع مانشستر سيتي، عنده استقرار مادي، عنده استقرار فني مع جوارديولا، الراجل بيأدي بشكل مذهل الحقيقه، بيجيب جوان كتير، الراجل نجم في انجلترا. انا ماشي كويس جدا مع سيتي، فصعب جدا، ارقام جدا حلوه. وهالاند طبعا ارقامه كبيره، وراجل يعني ماشي برده تارجت كويس وبيحقق احسن مهاجم في العالم. هالاند برده لعيب كبير وبرده لشخصيته، بس مش زي امبابي، يعني هو كجري وكام ده مش زي امبابي، والسيتي طبعا مش هيسيبه، عمر السيتي ما هيسيبه، ده هو احسن واحد في فرقه السيتي، هو ده احسن لاعب، ده هو القناص بتاعت السيتي، هو قناص السيتي، فهو عمر ما السيتي ما هتسيبه، وانا بصراحه ما اتوقعش اللي هو هيروح.